Good evening, everybody. مساء الخير جميعا، وأهلا بكم في دائرة المدرسية لديربورن. اليوم الاثنين 12 شباط 2024 الساعة 7 مساء، ونحن في الوقت المنتظر ولنبدأ الجلسة. لكي نبدأ أولا بالقيام بنداء التفقد، وكل الوصاة يقولون أنهم موجودين معنا. الآن سنقوم بالقسم للعلم، وسيقدمه خديجة عبدل ورقية بازي، وهم طلاب في مدرسة ميلر الابتدائية. وأنا سأطلب من هؤلاء الطلاب المتميزين أن يتقدموا للقيام بتقديم قسم الولاء للعلم. محمد عثمان وخديجة، وها هم يأتون. Good job. عملا بارعا، شكرا. وتصفيق للطلاب. تقدم أولا يا محمد، وسيعطوك شيئا. وريم عملا حسنا، رقية، وأخيرا خديجة. نشكركم جميعا، وتصفيق مرة أخرى لهم. والآن سوف نتطرق لأمور مختلفة عن جدول أعمالنا الاعتيادي. أولا سأطلب من فايلق وأنا حصلت على هذا الكارت من هذا الفايلق الذي يقوم بأعمال حسنة وجيدة. واليوم الجميع كلهم حصلوا على هذا الكارت من الفايلق بأكمله، فأقدم لهم شكرا وتصفيقا. وما كيف هو فايلق السعادة، وأنا سعيدا جدا أن أقوم بتقديم الشكر لهم. وأنا متأثر جدا، لأن هناك كثير من الأشياء الموجودة في مدارسنا، وكونكم سعداء هذا مهم جدا. وهناك أيضا فيديو وضعوه سويا. أهلا بكم الرئيس باري ودكتور ماليكو، وإن قلت أي شيء سأقول لكم كيف أنا فخورة بهذه المدرسة وهؤلاء الطلاب والمدرسة أندرسون الذين قاموا بالإشراف على هذه المجموعة المتميزة، والذين يحاولون أن يكونوا أفضل كل يوم. أيضا أشكر الدكتور ماليكو لأنه كان داعما جدا لنا خلال هذا الوقت، ونشكركم على ذلك. حسنا، وهناك الآن فيديو سنلعبه لكم الآن، نقدمه. نحن مجموعة من مدرسة ميلر، ونحاول أن ننشر الشعور بالطيبة، ونقدم هذا، ونحاول أن نقوم بذلك ليس فقط داخل مجتمعنا في المدرسة، ولكن في المجتمع العام الخارجي. وكثير من هؤلاء الطلاب الذين قالوا لنا لماذا حبوا أن ينضموا لهذا الفايلق وينشرون السعادة أو الطيبة، ولأن هذا مهم جدا لنا.
والسيد وينكل وأنا قمنا بالنظر في العديد من الطلبات المقدمة ورأينا ما كتبوه عن السبب الذي يدعوهم أن ينضموا لهذا الفيلق. كل من هؤلاء الطلاب الآن سيقوم بقول شيئا وهذا شيئا فعلناه في الماضي وهو شيئا مهما جدا لكي نتواصل مع الطلاب ونراهم كيف يترعرعون ويصبحون قادة في المجتمع. وأنا وددت أن أنضم لكي أنشر طيبة القلب في المجتمع. ومنذ أن بدأنا قمنا بتقديم أفكار جديدة كثيرة في كل يوم أتينا فيه لكي يشعر الجميع أنهم سعداء ونقوم بطرح الطيبة في حياتهم ونشر هذه الطيبة يأتي بطاقة سلبية يقوم بها ويقدمونها وينشرون الطيبة. وأيضا نحن موجودين مع إناس كثيرون محوطوننا بهذه الطيبة أيضا ووددنا أن نقول لهم أنهم مرحبا بهم ونشعر أن هؤلاء الناس سيغيرون طريقة تفكيرهم وسيصبحون أكثر سعادة. ونحب أن نرحب بالطلاب فنقدم له هذه الهدية الصغيرة التي كوناها أو جمعناها سويا نقدمها لكل طالب وكيف يمكن أن نمنع أن يكون هناك التنمر والعادات السيئة ونحاول أن نمكن الطلاب لكيفية نشر الطيبة حول المدرسة. ونحن بالفعل نحاول أن نوري لهم كيف يمكنهم أن يحترموا الآخرين ويحترموا أنفسهم وينشرون هذا الاحترام وهذا يعطي فرصة للإناس أن يشعروا أنهم مرئيون. وهؤلاء الطلاب بالفعل ملهمون لمحاولة يعني نشر السعادة ما بين الإناس وهناك تحديات كل يوم ولا بد أن نحاول أن ننشر هذه الطيبة. ونحن ما نسميه هاي فايف ماندي وهو السلام بطرق الأيدي إلى الأعلى يوم الاثنين وهذه لعبة جميلة والطلاب والتلاميذ كانوا دائما مبتسمون وسعداء عندما يأتون ويدخلون بعدما كانوا ربما عندهم نوع من الحرج من قبل. وهناك أيضا بعض هذه الورقات الصغيرة التي عليها رسائل ونضع هذه الرسائل على ملابس الطلاب وعندما يرونها يكون عندهم نوع من الثقة بالنفس ويعرفون أنهم لهم قيمة في هذه المدرسة والمجتمع. وفي لقاء الصباح نقول لهم ما هو الغداء في اليوم وبعد ذلك نقوم بقسم الولاء للعالم. واحدة من أهم الفوائد لهذه المجموعة وهذا الفيلق هي بناء الثقافة الإيجابية في المدرسة وهذا يساعد لتشجيع وتحفيز الطلاب أن يقوموا بتقديم القيم الأساسية الجوهرية ويحتذون بها. وهذه الأمور الصغيرة يحتاجونها الطلاب والتلاميذ في بقية حياتهم وهذا مهم جدا أن يتعلموه من الصغر. ونحاول أن تكون التلاميذ السعداء هذا من أهم الأشياء التي نفعلها في هذا الفيلق.
عملا بارعا. أنا عندما نظرت على هذه الأوجه الجميلة أمامي وعندما رأوا أنفسهم على الشاشة كانوا سعداء جدا، ولابد أن تكوني فخورة جدا لأنك قمت بعملا متميزا. فشكرا لمدير المدرسة والأساتذة والمدرسين ولكم أنتم يا طلاب. هذا هو الأسبوع ما نسميه أسبوع القيام بأي عمل فيه طيبة، ونحاول أن ننشر رسالة الطيبة وإلى الجميع في هذا الأسبوع. شكرا لكم جميعا. فالآن هم يعطون هدية أو شيئا لكل من الوصاة الجالسين، كتابا. حسنا، حصلنا كلنا على هذه الكتب، وشكرا لكم جميعا. والبند التالي من جدول أعمالنا بعد إعطائهم شهادات التقدير بالنسبة للمحدثات من قبل رئيس الدائرة، ليس هناك أي تقاعدات. واستكمالا الآن شيئا موجود عندنا في جدول أعمالنا بالنسبة لفبراير 7، بالنسبة للتصويت على النسبة الضريبية التشغيلية لعام 24. ونحن وددت أيضا أن أذكر لكم أن هناك ثلاثة بنود يمكن أن نختار أو نصوت عليها، إما جمهوري أو ديمقراطي أو غير حزبي، وفي هذا مهم جدا لنا أن نقوم بالتصويت. ولتعريف الجميع أننا اخترنا 27 شباط كالحد التاريخ المحدد لأنها ستنتهي هذه النسبة الحالية في شهر يونيو القادم، ونحاول أن نمرر هذه ونصوت على هذه النسبة قبل انتهائها. وحدثت في الانتخابات الأولية، وهذا كان سبب لنا يعني نسبة نجاح، ونحن نشعر بالثقة بأننا سننجح. وإن فشلنا في هذه الانتخابات سننظر على أي فرص أخرى أو أي وسائل أخرى. لا نحب أن ننتظر إلى اللحظة الأخيرة لكي نقوم بتخطيطا جديدا في حالة عدم تمرير هذا القانون. وشيء آخر هو هذا الخميس الساعة 6 يمكن شخصيا أو عن بعد افتراضيا يمكن أن تقوموا بالتصويت، والكثير من أعضاء المجلس، وعندنا أيضا الرئيس المسؤول عن رابطة الأهالي والمعلمين موجودين معنا هنا، وهناك تبادل مع نوادي الروتري أو أي من النوادي أو أي الهيئات أو المنظمات التي دعتنا أن نتحدث معهم لكي نتواصل مع أعضاء المجتمع بأكثر صورة لكي نشجعهم على أن نحصل على التصويت الإيجابي ونشر هذه الرسالة لنا لإفادتنا في النهاية. فالجزء التالي سأذكر لكم أو أعترف بأنه شهر التاريخ الأفريقي الأمريكي أو الشهر وهناك أيضا مجلس الطلاب والأساتذة الذي قام بالقيام بنشاطات في هذا اليوم بالنسبة لهذا الشهر الذي نحتفل به الآن، شهر الشباط، وهو الشهر الذي يقدر قيمة الأفريقيين الأمريكيين الموجودين معنا في مجتمعنا. وهناك بعض التغيرات، وهناك يوم أبريل 12 لن يكون في يوم الثلاثاء لأنه
أيضا في هناك تضارب في اجتماعين لنا في شهر يونيو القادم، ونحن الآن نتواصل مع الوصاء الآخرين لكي لا يكون هناك تضارب ونستطيع حضور الاجتماعين. والاجتماع الأول في يونيو 17 الذي غالبا سنلغيه، والسيد وول قدم لنا الميزانية في الشهر الماضي وما الذي سيحدث في شهر مايو، وسنقوم وشيء آخر أود أن أذكره هو أن اليوم أنا حصلت على مكالمة هاتفية من حاكم الولاية بالنسبة لأمن والسلامة في المدارس، وقال لنا أننا نحن في وضع جيد، وهناك أيضا عملية لتقييم المخاطر ونحن نقوم بها، وهناك أيضا السيد سيلا الذي أتى، ومجلس الوصاة سيأتي الشهر القادم ليتحدث عن هذا الموضوع، ودعم الدكاترة النفسيين وكلهم تم تدريبهم على هذا النموذج، وسيقوم بالتواصل مع جميع المباني أو المدارس المختلفة في الدائرة، ونشعر بصورة جيدة بالنسبة لتمويل هذا البرنامج وهذا المشروع للضمان والسلامة في دائرتنا التعليمية. وأعتقد أن أيضا هناك برنامج آخر مع رجال الشرطة وضعوه لنا داخل مجتمعنا، ومع أيضا بعض البرامج الأخرى، وجزءا من هذا الدور هو بسبب دوري في مجموعة رؤساء أو مدراء المدارس. اعتقدنا أن هذا مهم جدا بالنسبة لجميع رؤساء الدوائر التعليمية، وما قمنا به الأسبوع الماضي عندما التقينا هو ألا نضع ديربون هاي في وضع إغلاق، وقمنا بإخراط الشرطة المحلية، وفريقنا قاموا بعمل جيد في العمل مع المدير للمدرسة، وكان هناك العديد من الموظفين، ولن أذكر ما كل شيء حدث في هذا الأسبوع لأن هناك بعض الأمور الخصوصية ولابد أن نتجنب ذكر الأسماء الآن، ولكن السيد شاهين الذي أيضا عمل معنا بصورة جيدة، وأيضا نشكر شرطة ديربورن الذين أتوا لنا في عدة حافلات مختلفة وتأكدوا من أن الجميع كان بالفعل آمنا، ونشكرهم على هذا العمل سويا. وأشكر أيضا الأهالي، ولكن قبل أن نحصل على التفاصيل الواضحة بالنسبة لهذا الحدث، كنا دائما نحتاج أن نعطي فرصة لشرطة ديربون أولا أن تتعامل مع الوضع قبل أن ننشر أي بيانات أو معلومات، لأن أهم شيء بالنسبة لنا هو سلامة وأمن الطلاب، ونعمل الآن على رؤية كيفية نقوم بأفضل صورة. وعلى سبيل المثال عندما بالنسبة لهذا الإغلاق البسيط، لن يستطيع أي شخص أن يخرج أو يدخل إلى المدرسة، وهذا معناه حتى أنا أو الجميع الآخرين لابد أن نستخدم القواعد، لأنهم لا يودون أن يكون هناك نوع من الاحتقان في المرور. وأنا أعرف أن السيدة فرج كانت تود أن تكون موجودة، ولو لم تكن هناك موجودة لم نكن سنستطيع أن ندخل في إلى المدرسة، وعلينا أن نتعاون مع الجميع ونتواصل مع الجميع لكي نفعل أفضل شيئا لحماية الطلاب، لأننا نعتمد أن الأمن والسلامة من أهم الأولويات، والحاكمة قالت ذلك بنفسها، ولابد أن ترى أشياء كثيرة تتطور الآن. ذهبنا إلى مجلس المدينة وتحدثنا عن هذه الأمور، وتأكدت من أنني أشكر الرئيس والمدينة ورئيس المدينة على شراكتهم في أمانة المدارس أو أمن المدرسي. آخر نقطة لدي هي أنني أردت أن أهنئ الفريق
الأنسة فراج والآخرين الذين كانوا جزءا من منحة إعادة الأطفال إلى المسار الذي يساعد بدعم إضافي خلال ساعات المدرسة وما بعدها في الرياضيات. أنت تعرف أنني أريد أن أعلق على حالة ديربورن هاي. نعم كأهل نريد أن نعرف ماذا يجري. كما قال دكتور مايكل، ربما لا يمكن الإفصاح عن المعلومات بالسرعة التي تريدونها، ربما علينا أن ننتظر إلى السلطات وما يقولونه لهنا. ولكن أردت أن أشكر فرج وسيدة زيات والآخرين على تواصلهم بشكل مستمر، منحنا المعلومات، تعرف عليها المجلس، ثم أخرجنا بلاغا إلى الأهل. شكرا جزيلا دكتور مايكل. البند التالي الاعترافات والجوائز أو الإشادات. مرحبا، اسمي أروى الجابري وأنا طالبة في السنة الأولى. سأقرأ الإشادات. شكرا على استضافتي هنا، يسرني أن أكون معكم. مرحبا، اسمي بام بومر وأنا أيضا أدرس في السنة الثانية في الكلية. شكرا على استضافتنا، ونعتذر مقدما عن إساءة لفظ أسماء المشاركين. نبدأ بإشادات المنطقة. الإشادة إلى SFE بوروز وجيف ميرفي وجو آدمز وأميل الكولجر أسامة بيضون وإميليا هارت على مساعدتهم في BBS اختبارات الافتراضية. الإشادات لنساء مشعل التي الآن الذي حصل على 1000 نقطة في عمله في باسكتبول وهو ثاني شخص يحقق هذا الأمر. ثم علي فرحات، جاستن ويليامز، ستيف مور، بيل باكنستار وجيم فاندربول. إشادات للطلبة على المجلس الاستشاري للطلبات في يوم مارتن لوثر كينغ حيث تطوعوا. الطلبة أيضا نظموا رافل حيث تعود بالفائدة على مركز إعادة التأهيل ومركز مساعدة أطفال فلسطين. ثم الطالب بلال عيان الذي حقق 100 جائزة في المصارعة وهو ثاني طالب حقق هذه الجائزة. ثم الفائز بالمنطقة 12 لبرنامج، وبرنامجه يساعد الطلبة على التعلم على الأمن السبراني. تاي في السنة الأخيرة في ديربورن هاي ويحضر مركز ديربورن للعلوم والتكنولوجيا. إشادة بمدرسة التي حصلت على جائزة. الجائزة تمثل 127 مدرسة وطنيا حيث نصف الطلاب يأخذون الامتحان أو حيث نسبة الفتيات اللواتي خضعوا للاختبار أعلى من نسبة الفتيات في المدرسة. حضروا الصف في مخيم كامبس إما من خلال مركز باري أو مركز ديربورن للعلوم والرياضيات والتكنولوجيا. إشادة بالطلبة تاليا غريغوري وساندرا جرار الذين حصلوا على المركز الأول في مسابقة وسينتقلون إلى احتفال الولاية في شهر 4. الآن إشادات للمديرة سو ومحمد عبد الصلاح والمدير التنفيذي لخدمات دعم الأعمال توم وول ومدير العمليات مارك أندروز على جهودهم في دعم المدارس الخضراء. المدرسة الخضراء مهمة في ونعمل على التوسع في المفهوم في مدارس ديربورن أخرى. هذه المساحات الخضراء تدعم النمو العاطفي للطلبة والمساحات الصديقة للبيئة. إشادة لمدرسة على جائزتهم. ثم إشادة لعبير على تنظيمها الحدث ودانيال على أدائه الرائع في حل 25 من 26 مسألة في المسابقة. ثم إشادة بالطلبة المشاركين بمسابقة المدرسة المدينة المستقبلية حيث يتخيل الطلبة
ويبحثون ويبنون مدن مثالية للمستقبل المستقبلية. لم يتمكن الطلبة من الحضور المسابقة بسبب يوم الثلج، ولكنهم عرضوا عن بعد وتلقوا جائزة الأعضاء الذين حصلوا على إشادات. هذه أسماؤهم: بتول هادي، رقية مارتن، ريانا بيز، عليا وعلي سيج. الفريق بقيادة المعلمين نيل ماكلينن وكيلي ويشايمر ومدير المشروع المتطوع ديفيد ميشيل. شكرا جزيلا. الإشادة التالية للتبرعات. عمتم مساء، التبرعات التالية قدمت وهناك طلب للموافقة عليها الآن. تبرع بقيمة $5,000 لمدرسة ديربون الثانوية لاستعمالها للقادة في المجتمع الصحي، ومنه التسجيل والفنادق والنقل. تبرع بقيمة $50,000 لمدرسة سلاين الابتدائية من خلال مؤسسة ديربورد التعلمية لاستخدامها في مشروع المساحات الخضراء في المدارس. تبرع بقيمة $1,000 لمدارس ديربورن من مؤسسة ديربورن لمنحها لبلاسينجز في الشنطة. ثم تبرع لمدارس ديربورن من قبل ديربورن مؤسسة ديربورن التعليمية لمنحها لجلينرز. تبرع بقيمة $720 لمدرسة سلاينا من قبل خالد عبد الله وعباد لتستخدم لحوافز الطلبة وجوائزهم. وأخيرا تبرع بقيمة $100 لمدرسة ديربورن من السيد جمال لويرا لاستخدامها من لبرنامج الموسيقي في مدرسة ديربورن. دائما نقول أن مؤسسة ديربورن والأعمال المحلية كريمة جدا مع منطقتنا، والآن لدينا موظفين يتبرعون لمدارسنا. أرجو أن تتواصلوا معهم وأن تشكرهم بالنيابة عنا وعن المجلس. نعم، قبل أن أمضي قدما أردت أن أثير انتباهكم للمغلفات أمامكم من ديربورن، مدرسة ديربورن، ومن يعني لدينا بطاقات الشكر من الشهر الماضي، ولدينا أيضا حلوى لذيذة منهم. هذه فرصة رائعة. أنا استلمت رسالة تقول أنا أحب القراءة كثيرا، وهذه عبارة خلاقة جدا. الموافقة التالية للملاحظات: لجنة شباط، تقرير شباط الاجتماع التنظيمي 9-1، التقرير اجتماع P12 يوم 9-1، وتقرير المجلس التوصية إدخال الإصلاحات موافقة. إذن موافقة من إمبروزي وثورب. هل هناك أي أسئلة أو تصحيحات على السجل؟ هل هناك أي اعتراض على هذا القرار؟ حسناً، نرجو أن ترفقوا إجماع. هذا لا يتعلق بالملاحظات. أنا لم أتدخل في وقت مبكر عندما كنا نتحدث عن التبرعات، وأردت أن أذكر أنه غداً إذا خسرنا المشاهدين مع نهاية هذا الاجتماع، الغد هو حفل جمع التبرعات لمؤسسة ديربورن التعليمية، وهو جمع التبرعات السنوي. إذا لم تشتروا بطاقاتكم أرجو أن تفعلوا ذلك، وهذه فرصة مميزة للإعادة أو سداد هذه المجموعة التي تدعم طلبتنا. ثم التقارير الخاصة: السيد ديف ماستنن والسيد توماس دوفال.
شكرا رئيس باري دكتور بليك. نحن أردنا أن نقدم لكم عرض على تقسيم الضرائب، ثم سأتحدث أنا أكثر عن جانب العمليات. شكرا سيد وول، مرحبا جميعا. إن كانت هناك أي أسئلة حول مدى اقترابنا من هذه الأهداف، يمكنكم أن تذهبوا إلى موقعنا الإلكتروني و تذهب إلى ميلج، جزئية الميلج، وتأخذكم إلى هذا الضريبة التشغيلية، تأخذكم إلى أسفل هذا الموقع. أيضا على الموقع هناك كم كبير من المعلومات المميزة، وبالتالي أشجع الجميع على زيارة ذلك الموقع الإلكتروني إذا أردتم أن تتعرفوا أكثر على التفاصيل. وكانت لديكم أسئلة كما أثار دكتور مالينكو، نحن دائما متواصلين مع المنطقة حيث نحقق التزامنا بإعلام المجتمع حول هذا المقترح الذي سيكون يوم 27 شباط. وإن كانت هناك أي فجوات يجب سدادها، هناك الموقع الإلكتروني ويمكنكم أيضا اتصال بمكتبنا. كما ذكرت، التجديد الضريبة التشغيلية هو تجديد للضريبة التشغيلية الفاعلة حاليا، ستكون في تصويت يوم 27. لمن لا يرغب في المشاركة بالناحية الرئاسية من تلك الانتخابات، يمكنكم التصويت فقط على المبادرات المحلية. هناك مبادرتين، واحدة لنا وأخرى تجديد ضريبة تشغيلية لكلية هنري فورد، والتي أيضا ستكون قابلة للتصويت. إذن يمكنكم تذهبوا هناك وتطلبوا كارت التصويت غير خاص بالأحزاب، أو إذا أردتم أن تصوتوا لأي أحد من المرشحين الرئيسيين الذين يرغبون بالترشح للرئاسة، يمكنكم أن تفعلوا ذلك أيضا. الأب يعود لكم، هذا حقكم كناخب أمريكي. الضريبة التشغيلية كما ذكرنا هي تجديد لضريبة تشغيلية حالية وقيمتها 40 مليار دولار من عملية تشغيلية، هي 16% تقريبا من تلك الموازنة. ونريد أن نؤكد على حقيقة أن هذه تجديد للنسبة التشغيلية هي 41 مليون، هذه ليست قضية بوند، وإنما تجديد للنسبة التشغيلية، نوعان من الأموال التي يمكن استخدامها لأشياء مختلفة يلزمنا القانون استخدامها، وهي غالبا ما تستخدم عند بناء أبنية جديدة أو تجديد أبنية وإعادة إنشائها. ربما في المستقبل قد يكون هناك قضية بوند في انتخابات مستقبلية بعد سنة سنتين، عندما يشعر المجلس أن هذا مقبول، ولكن هذا ليس موضوعنا اليوم. هذه النسبة تشغيلية، ضريبة تشغيلية، هذه تتعلق بالنفقات اليومية لمنطقتنا، لسداد فواتير الكهرباء والمياه وشراء اللوازم والكمبيوترات، والأهم هي تدفع رواتب وأجور جميع المعلمين التعليميين، الكادر الوظيفي، المعلمين وغير المعلمين الذين يدعموننا في الصفوف والذين يعملون بشكل مباشر في الصفوف. وهنا تذهب نسبة كبيرة من هذه الضريبة التشغيلية، هي لهذه النفقات اليومية. لا أعرف إذا ذكرت أن هذا تجديد، أردت أن أؤكد على هذه النقطة، أن هذا تجديد لضريبة تشغيلية قائمة بدأت في سنة 94 عندما غيرت ولاية ميشيغان طريقة تمويل المدارس في الولاية. وفي ذلك الوقت ديربورن ميشيغان لم تكن ستتلقى نفس كم أو المبالغ المالية التي كانت تستلمها قبل 94، وبالتالي سمح لنا بأن نطلب من الناخبين أن يعوضوا عن هذا الفرق، بشرط أن نعود إلى الناخبين كل 10 سنوات وأن نطلب منهم تجديد هذه الضريبة التشغيلية، وهم وافقوا على ذلك. نشكر الناخبين، نقدر لهم ذلك الدعم، عملوا هذا في 2004 وفي 2014، وها نحن اليوم في عام 2024. لن أعلق على عمري، ولكنني أنا كنت متواجداً لكل هذه الأمور. لا أعرف إذا كنت سأكون بعد 10 سنوات للانتخابات التالية،
على الأرجح لا، ولكني سعيد جدا بالتواجد كجزء من هذا المقترح عام 2024. سأحيل المايك إلى مستر وورد الذي سيتحدث قليلا عن تغير النسبة الضريبية التشغيلية وكيف أنها في انخفاض. شكرا، علمت على الرزنامة خلال 10 سنوات. ليعود ديفيد إلينا، الضريبة التشغيلية تتألف من جزئين لمدارس ديربون. المكون الأول 18 مليون للممتلكات التي لا تشكل منازل، المنشآت التجارية الصغيرة إذا كان لديك منزل ثاني. هذه 18 لكل منطقة في ميشيغان، وبالتالي نحن لا نختلف في ذلك. المقترح أقر، كان لدينا دخل أكبر، وبالتالي كان لدينا ما يتعلق بالمنزل الأول. إذا نظرت إلى فاتورة الضريبة لمنزلك سترى الضريبة التشغيلية لمنزلك الشخصي. عندما بدأنا بالعمل هذا عام 94، ال 18 كانت دائما 18 جزء، والأخرى كانت 6.85. حاليا قبل سنتين انخفضت هذه إلى 6.71، والآن انخفضت إلى 4. هذا ليس أمر عشوائي، هناك معادلة تحدد الضريبة التي سنفرضها كل سنة. حاليا نحن نفرض 2.05، وبالتالي هي أقل بكثير من السابق، ولكنها مبنية على الطلبة في ديربون. لا نعرف إذا كان هذا الرقم سيرتفع أو ينخفض، ولكنها نعتمده حاليا. مرة أخرى نقللها من 6.71 إلى 4، وبالتالي نحن نصرح للمجالس المستقبلية يمكنها أن ترتفع إلى 4 بغض النظر عن وجود المدارس. هذا سؤال يتألف من واحد، كما هو الحال في كل مرة نجدد. إذا كنت تدعم الضريبة التشغيلية تقول نعم، أو لا تدعمها تقول لا. هناك فقط خياران. نود أن نشارك فيديو سريع قصير لا يتعدى الدقيقة، إذا استطعت أن أعرضه عليكم، وأعتقد أنه يساعد في توضيح الأسئلة من الأسئلة التي تطرح علينا. الولاية تضمن لكم مبلغ محدد كل سنة، ولماذا نحتاج إلى هذا؟ إذا ال 18 جزء التي ذكرهم السيد وولد على منشآت التجارية، إذا لم يتجدد هذا، الولاية لن تعطينا هذا المبلغ الكامل الذي يضمنوه لنا. هم يعطونا، ولكل منطقة في الولاية تجمع نفس ال 18 جزء، وتقول هذا الجزء الذي يجب عليكم أن تجمعوه محليا لتعويض هذا الكم المالي الذي نعطيكم إياه. سنعرض عليكم الفيديو الآن ونرى إذا كان هذا مفيدا أو يساعدكم. يستلم الصندوق الأموال من عدة مصادر، غالبيتها تأتي لكل طالب، تمويل لكل طالب من الولاية. لكل طالب يخصص مبلغ معين من صانعي القرار. هنا تروا القيم المختلفة التي تم تلقيها عبر السنوات، وهذه هي القيم من النسبة من مالكي المنازل مدرجة. كما ترون هذا يرفعنا فوق الحد الأدنى لتمويل الولاية، وهذا يعود إلى عام 94 عندما غير المقترح ألف طريقة تمويل المدارس. بما أن يمكننا أن نحصل على التمويل، يسمح لنا بأن نطلب من الناخبين تعويض الفرق. كما تلاحظون مع زيادة مساعدات الولاية تنخفض مساهمات مالكي الدول المنازل. إذا فشلنا في هذه الجزئية سنخسر مساهمات المنازل والمنشآت التجارية المحلية. الولاية لن تعوض الفرق إذا خسرنا مساهمة المنشآت التجارية، وبالتالي نصبح أقل مساهمة في الولاية وأقل تمويلا. إذا أردتم أن تتعرفوا أكثر على هذا الموضوع، زوروا موقعنا الإلكتروني
المدرج على الشاشة، وتذكروا أن تخرجوا وتصوتوا يوم 27 إشباط فبراير 2024. فالفريق المتميز في هذا الفيديو الذي وضعه سويا، وإذا ذهبتم إلى محطة اليوتيوب سترون أيضا بعض الرسوم المتحركة تشرح نظام الميلج، وهو نوع من المواد والأدوات التي تساعد فهم ما هو عملية التجديد، لأن 6.17 هو كان أقصى حد، الآن سينخفض إلى 4 مل، ونحن حالياً نحاول أن ننظر على أو نقيم هذه 6 مل. والرسالة النهائية: كونوا جزء من هذه الميزانية التي قيمتها 41 مليون دولار وستجدد، وهي ستنخفض من 6.17 إلى 4 مل. هل هناك أي أسئلة؟ واصية بيتشكوف، أود فقط أن أؤكد للجميع لكي يفهموا أهمية ذلك. نحن ندفع هذه النسبة لعدة سنوات كثيرة، وتحمل أعباؤها جميع أصحاب العقارات. نحن لا نطلب مصاري إضافية، لن تدفعوا إضافيا، ستدفعون ما تدفعونه الآن أو ربما أقل بعض الشيء أو حاجة بسيطة جدا أعلى مما تدفعونه الآن، وكل هذا يعتمد على عدد التلاميذ المنخرطين في النظام المدرسي في ديربون. وفي من 20 سنة الجميع أدرك أن ديربورن قطاع يحتاج إلى هذا النوع من التمويل ونعطيه لمدارسنا، وأأمل ألا يكون هناك سوء في الفهم أو التباس بالنسبة لكم بالنسبة لأهمية تجديد هذا المل الجديد، لكي نعطي فرصة لإعطاء جميع هذه البرامج الجميلة الموجهة لتلاميذنا والتي تسمح لطلابنا أن يتطوروا ويتقدموا في حياتهم، وندعم هؤلاء الطلاب بها، فلن يكون التأثير كبيرا عليكم. هذا هو مهما جدا أن تفهمونه. أي أسئلة؟ ديفيد، هل يمكن أن نضع هذا الرسم البياني على الشاشة؟ السيد موزب، السؤال. نعم، وددت أيضا أن أشير الانتباه إلى التصويت المبكر، ولأول مرة ممثل وزارة خارجية الولاية يسمح في مثل هذه الانتخابات أن تصوت مبكرا، وهذا سيحدث أيضا، هذه الفرصة ستعطى لكم في انتخابات شهر نوفمبر القادم، وهذا شيئا مهما جدا. واسي موزب، أن نوجه أنظار المجتمع أن نعم بالفعل 9 أيام قبل يوم 27 شباط يمكن للسكان أن يذهبون ويصوتون شخصيا في مركز الفنون في ديربون، ويمكنكم أن تفعلوا ذلك 9 أيام قبل الموعد المنتظر للانتخاب وتقوموا بالتصويت. وفهمت أيضا أن هناك بعض المراكز، هناك 5 مراكز إضافية ستكون متاحة للذين يريدون أن يدلوا بتصويتهم في مناطق أو أجزاء أخرى من المدينة. وهذه نقطة جيدة جدا، وصناديق الاقتراع هذه موجودة في 5 دوائر أو 5 مناطق أخرى، وللذين لم يقوموا بالتسجيل لكي يصبحوا مصوتين، وهذا يشمل أي شخص عمره أكثر من 18 عاما ويمكنه أن يقوم بالتصويت. هذا مهم جدا ما نراه على هذه الشريحة، لأنها توضح لنا
هذا مختلف عن السندات، وهذه ليست سندات. والميلج إذا فقدناها سنفقد الكثير. وأيضا نرى أن هناك احتياجات في التكنولوجيا والأمور الرياضية وكل هذا، وستضيع كلها. وهذا معناه أنه ماهيات المدرسين ستتأثر. وما سيحدث لنا عندما نفقد هؤلاء الأساتذة والمدرسين؟ هذا سيؤثر على المستوى التعليمي. كان هناك نقاشا في المجتمع بخصوص ذلك، وربما بعض الإناث لم يكونوا سعداء بمجلس الإدارة أو بالإدارة، ولكن هذا الوقت الخطأ أن نتناقش ونختلف في آراؤنا ما بيننا وبين البعض، لأن الآن هذا قرار حاسم سيؤثر على مستقبل الطلاب والتلاميذ. وإذا كنتم غير راضيون عن أشياء أخرى، ضعوا هذا على جانب ولا تخرطوا هذا النقاش داخل نقاش التصويت على النسبة الضريبية التشغيلية. ولا نود أن نفعل ذلك، لأن هذا سيؤثر سلبياً على طلابنا وتلاميذنا. هل هناك أي أسئلة أخرى؟ شكراً، ليس هناك أي أسئلة. وشكر الواصي باري المقدمين. الآن المشاركة من المواطنين الإناث الذين يودون أن يشاركوا مجلس الإدارة ويقدموا لهم تعليقاتهم. يمكنهم أن يقدموا الكارت الأزرق قبل الساعة 7 في ويمكن لمجلس الإدارة أن يحدد إن كان يود أن يجاوب على أي هذه الأسئلة أم لا. وبالنسبة للجميع، لا تذكروا أسماء الطلاب أو الموظفين، وحاولوا أن يكون تعليقاتهم مختصرة، لأن هناك 3 دقائق فقط معطى لكل متحدث. وأود أن أضيف، الوصي باري يقول لا نحتاج أن نتكلم ربما الآن. ربما بعض المواطنين شعروا بنوع من الخوف من أن يتحدثوا أمامنا، وهذا وأنا أؤكد عليكم أنه لا بد ألا تشعروا بهذا النوع من الخجل أو الخوف. وإن كان هناك عندكم أي شيء تودون أن تشاركون فيه، يمكنكم أن تتقدموا، وحاولوا أن يكون تعليقكم خلال 3 دقائق فقط، ولا تذكروا أسماء الموظفين أو التلاميذ. أرجوكم ألا تفعلوا ذلك أو تتوجهوا بالحديث أو الكلام مع الجمهور. علي باتي يود أن يأتي وتتكلم كأهل، وهناك بعض الأهالي الأخرى الذين سيتقدمون سويا بالنسبة لتجديد الميلج وأهمية دعم كل الأهالي لهذا المشروع. مساء الخير جميعا. أنا هنا مع العديد من الأهالي الآخرين. عندنا طلاب وأطفال احتياجات ذو احتياجات خاصة ويحضرون أو هم في مدارس ديربورن، ونود أن ندعم تماما تمرير هذا الميلج الجديد، التصويت في الميلج الجديد ليفيدنا. لسنا فقط في ولاية ميشيغان، ولكن أنا أعرف أن ابني كان عنده احتياجات خاصة، وكنا ننظر على المناطق التي قد يتعلم فيها بأفضل فرصة، ونعلم شخص أو طفل بهذه الاحتياجات. وهناك قواعد وقوانين كثيرة مطروحة للتأكد من أن هؤلاء الإناث في المدارس العامة تحصل على التعليم المناسب. وكلما علمنا أنفسنا وفهمنا عن ما يحدث في المدارس، عرفنا أهميتها. ولذلك انتقلنا إلى ديربورن وأخرطنا ابننا في مدارس ديربورن العامة. وهناك أكثر من 2000 طالب وتلميذ في مدارس ديربورن لهم احتياجات خاصة. ولكي يستطيعوا أن يقوموا بأخذ التعليم الكافي ويحصلون على الدعم المناسب من المعلمين، كل هذا يأتي من النسبة أو هذا الصندوق الذي نحن الآن نحاول أن نتأكد من أن الملجأ التشغيلي يظل على ما هو عليه لنحصل على 41 مليون دولار التي نحتاجها.
وفريقنا الذي تطور خلال السنوات الماضية، نود أن نتأكد من استكماله وأن طلابنا يحصلون على التعليم المتميز في ديربورن لكي يترعرعوا ويكونوا مواطنين نافعين لمجتمعاتهم. شكراً على هذه الكلمة. التالي جوان نابا، وهو إحدى أهالي الطلاب، يود أن يأتي ويتحدث مع مجلس الإدارة. مساء الخير جميعاً، أنا جوان نابا وأنا هنا أمثل مجلس رابطة الأهالي والمعلمين. أنا كأهل وكساكنة في هذه الدائرة لأكثر من 17 عاماً، نحن كمجموعة أهالي ومعلمين، نحن كلنا ندعم هذا التجديد للنسبة الضريبية التشغيلية التي إذا فشلت ولم تمر ستكون أو تصبح مضيعة كبيرة جداً، وإناس تأتي دائماً إلى المدن وتعيش بها بسبب مدارسها القوية المتميزة. والرئيس باري كما قال، هذا ليس وقت الانتقادات والمناقشات الغير معنية بهذا الموضوع الآن، ونحن سنكون بنضر أطفالنا. ونحن كرابطة أهالي ومعلمين ونحن كمواطنين في ديربون، نحن 100% ندعم هذا البرنامج وهذه النسبة، ونود أن تصوتوا عليها بنعم لأننا نحتاجها. وبالنسبة لنا شخصياً، أعتقد أنه غير عادلاً أن نقارن بدوائر تعليمية أخرى داخل منطقتنا، لأن إناث كثيرون يقولوا لنا على سبيل المثال نورثفيل كانت أفضل منكم أو تروي أو أي مدينة أخرى، ولكن انظروا على عدد طلابهم، نحن عندنا 20,000 طالب وهم عندهم 7,000 فقط، فنحن لا نقارن تفاحاً بتفاحاً أو برتقال ببرتقال زي ما بنقول. ولكن حتى إذا قارنا نفسنا بديترويت وهي دائرة كبيرة حجمها ربما ضعف حجمنا، نحن دائرة فريدة من نوعها، ونحن علينا أن ننظر على كل شيء، وبلا شك سيكون هناك مشاكل أخرى ونفهم ذلك، ولكن علينا أن نقيم هذه الموضوعات. وأنا لم أكن سأكون أأتي وأتكلم معكم إلا إذا كنت أحب هذه المدينة وأحب هذه الدائرة، لأنني أأتي وأود أن أتحدث من قلبي لأوضح لكم كيف يمكن أن أدعم الشيء الذي أحبه. وأنا لا أحب أن أظل على الهامش، ولكن أود أن آتي وأتكلم عن ما هو الذي نحتاجه وما هو مهم لنا، وأتمنى أن تفهموا ذلك أن هذا مهم جدا لنا. والأهالي التي تكلمت عن الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا بلا شك شيء مهم، وأي قطع أو إخفاض في الدعم المالي للمدارس سيضرهم. وشكرا لكم جزيلا. التالي الأهل نبيل ألوايا، يود أن يأتي يتكلم مع مجلس الإدارة. والآن الطالبة نادين مفراج تود أن تأتي تتكلم معنا أيضا على موضوع التصويت في معدل الضريبة الجديد التشغيلي. مساء الخير، أنا اسمي مدينة فراج وأنا طالبة في الصف 11 في ديربون هاي، وكنت في مدارس ديربون منذ بدئي في النظام المدرسي. وبالنسبة لهذه هذا التصويت في الانتخابات ل 27 شباط، وهو جزء كبير، 41 مليون دولار جزء كبير جدا من الميزانية العامة لنا. يا هل يمكن أن تبطئي من سرعتك لو سمحتي؟
وهذا يقدم الخدمات للنقل والمدافع ومهاية الموظفين، وهذا يمثل 16% من إجمالي الميزانية. وأنا ليس ربما بسبب عمري عندي أي فرصة أن أصوت، ولكن أود أن تكون أصواتنا مسموعة أيضا، والأصوات الذين ربما سيكونوا يصوتون ضد هذا المشروع هم لأنهم ناس كبار في السن وليس عندهم أطفال في المدارس ولا يعرفون أهمية ما يحدث في هذه المدارس، وهذا التصويت تصويت مهم لأطفالكم وأولادكم ولإعطاء الفرص المتميزة لهؤلاء الطلاب لديربون لكي يذهبون إلى الكليات والجامعات الكبرى مثل يوميش أو يوديربورن أو MIT، وهذا سيفتح لهم أبواب المستقبل. وهذه هؤلاء الطلاب عندهم فرصة أن يشاركوا في العديد من الفرص الرياضية التي تقدم لهم عبر هذا الملج الذي نحتاجه الآن، وهم أيضا هناك كثير منهم يحتاجون هذا الدعم المالي لكي يتعلمون كيف يقرؤون ويكتبون. وطلاب ديربون يقوموا بعمل علاقات مع المدرسين ومع الإداريين في ديربون، وأنا واحدة منهم قمت بهذا العمل من قبل، وأنا دائما سعيدة وأرى طلاب ديربون دائما منخرطين في كل شيء، مهتم بالنسبة لمستقبلهم ويحاولوا أن يستثمروا في هؤلاء المدرسين، ولا نحتاج أن نضيعهم منا بسبب أن هذا الملج لن يمر وسنفقد بعض هؤلاء المدرسين. التالي أيضا عضو في المجتمع ليون فرها يود أن يأتي ويتكلم عن موضوع التصويت في الضريبة التشغيلية الجديدة. مساء الخير جميعا، أنا اسمي ليال فرحات وأنا متخرجة من صف 2023 من مدارس ديربون، وأنا كخريجة وعندي أختي الاثنين في هذه المدارس وأيضا أهلي تخرجوا من هذه المدرسة، وهذا التجديد ليس مهما فقط لعائلتي ولكنه مهم للمجتمع بأكمله. هذا التعليم في 12 سنة الأولى من حياة الطلاب في غاية الأهمية، وأنا استفدت من هذا من قبل وحضرتني للخوض في مجال الجامعة، وهذا سيطورني في المستقبل. وإذا لم نقوم بالتجديد هذا الميلج سنخسر 41 مليون دولار ونفقد 16% من إجمالي ميزانيتنا، وهذا سيؤثر على تعليمنا وعدد المدرسين وبرامج الطلاب وكل هذا. 16% خفض سيكون كارثة حقيقية، عدد الطلاب في الفصول، إزالة العديد من البرامج المفيدة الهامة. نحن كمجتمع لا يمكننا أن نسمح بفقدان مثل هذا التمويل، وأرجو منكم أن تقوموا بتجديد هذا الميلج لأن هذا في غاية الأهمية. هذا يقوم بتحضيرنا لمساعدة طلابنا للخوض في المستقبل والحصول على البرامج الأكاديمية المختلفة تغطي مصاريف التكنولوجيا والكتب الجديدة، الكتب الدراسية الجديدة والفصول الجيدة، وهذا عملا جماعيا لابد أن نقدمه لكي أيضا نساعد الكورسات المختلفة التي تسمح لهؤلاء الطلاب أن يعرفون ما هي المجالات التي سينجحون فيها. هذا يدعم أيضا المدرسين، المدرسين يحتاجون إلى هذه الموارد، ونحن الآن نخاطر بعد ما يحدث إذا فقدنا هذا التجديد، ونحن الآن نستثمر بعد كل ما يحدث بالنسبة للتصويت بالنعم في هذه الانتخابات في غاية الأهمية لإعطاء طلابنا أفضل تعليم ممكن ومزايا كثيرة بما فيها اقتصادا جماعيا متميزا فيه تعليما ناجحا. فأشجعكم أن تنضموا لي، ولأن طلابنا يحتاجون ذلك، ومستقبل الطلاب القادم يحتاج كل هذا، وطلابنا يطالبوننا بذلك. وشكرا.
الطالبة التالية إيفا واسكي من ديربورن تود التحدث حول تجديد الضريبة التشغيلية. أنتم مساء رئيس بيري لينكو والباقي الموجودين. اسمي إيفا وأنا هنا للتحدث دعما للتجديد للضريبة التشغيلية. أنا فخورة بتواجدي بالمدارس مدارس ديربورن وأنا موجودة منذ الطفولة وقدمت لي أكثر من مجرد التعليم منذ المرحلة الابتدائية. أرجو الحديث ببطء من أجل المترجمين. منذ المدرسة الابتدائية شاركت بعدة منظمات وفرق وفرق رياضية. أعتقد أو أؤمن بأن هذه منحتني أساس قوي لأنتقل إلى مرحلة الدراسية التالية. تجديد هذه الضريبة التشغيلية مهم جدا لأنها تدعم كل النشاطات اللامدرسية وتدعم الكثير من الرياضيين الطلبة الرياضيين، وهي مهمة جدا للمحافظة على تمويل البرامج. بدون هذه الضريبة لم أكن سأتمتع بالمهارات التي أحتاجها لأتقدم. لم أتمكن من بيان وعرض القيادة من خلال أن أصبح كابتن للفريقين الذين ألعب بهم، وهذه النشاطات تشجع الطلبة على الخروج من منطقتهم منطقة الراحة وأن يشاركوا في النشاطات مجانا. أشجعكم للتصويت بنعم ودعم الضريبة التشغيلية. شكرا على وقتكم. المتحدث التالي الأهل كريستن تود التحدث عن الضريبة التشغيلية. أنا أتحدث أطلب من الجميع التحدث ببطء لأن لدينا مترجمين معنا حتى يتمكنوا من مواكبتكم. شكرا نقدر لكم ذلك. عمتم مساء. إذا لدي سؤالان. بما أنني لم أكن جزءاً من الاجتماعات خلال الشهرين الماضيين لأن والدتي تعاني من مرض سرطان الرئة، ولكن خلال هذه الفترة استمريت على تواصل مع الرئيس والسوبرنتندنت ليس فقط حول الموازنة والتدقيق والضريبة التشغيلية، لأنني لم أملك الوقت لأتمكن من تلبية كل المهام التي ألزمت بها. وبالتالي الأسبوع الماضي أرى بولكوب، الأسبوع القادم أرى فوت نعم على هذا الأمر. متى أصبح الأمر حملة؟ ما هي الضريبة التشغيلية التي خرجت حيث عدنا؟ واحدة من الهيئات بدأت حملة، وبالتالي أنا كأم لطفلين في المدارس أنا قلقة بأن طفلي الأصغر الذي يعاني من مرض التحد، هناك فقط 19 طالب في صفه وهذا هو معدل حجم الصف. أنتم خفضتم هذه النسبة وستضاعفون حجم الصف. تريدون أن تعرفوا ما الذي يخدم هذا الطفل، الطفل المحصور في غرفة فيها اكتظاظ. هذا يؤدي إلى السلوكيات والأهل لا يمكنهم حتى التدخل لأنه لا يوجد مساحة. وبالتالي ما الذي يجري؟ لأنني فعلا شعرت بأن هذه الضريبة التشغيلية ستكون سهلة، ونعم أنا أدعمها كأم قامت بكل شيء، ما زلت أدعمها لأنها مهمة وهي تدعم الطلبة والمدير. لم تسنح لي فرصة الانتهاء من كل شيء وبدأ بالASE دائرة الASE. هو واحد من أوائل مدراء التعليم الذين أدخلوا الكادر الطبي للطلبة. ما الذي سيحصل إذا لم يقر هذا القانون؟ لا يمكنه أن يتابع عمله، وبالتالي أود أن أرى المزيد من الدعم. وهذا يعني مزعج جدا بأننا الآن ندير حملة ولا يمكن حتى للمعلمين المناصرة بهذا الصدد لأنهم يعملون، وبالتالي هذا أمر مزعج ومحبط للغاية. شكرا.
المتحدث التالي عضو المجتمع ستيسي من ديربورن تود أن تتحدث مع المجلس حول الضريبة التشغيلية. عمتم مساء سوبرintendent ماليكو وأعضاء المجلس، أردت أن أقول كمواطن في ديربور من المهم جدا أن نصوت لصالح هذه الضريبة التشغيلية لأنها تؤثر بشكل كبير على مدارسنا. إذا لم يقر هذا القانون المدارس ستخسر الكثير من أعضاء الهيئات التدريسية وهذا يعني ارتفاع أعداد الطلبة. الرجاء التصويت بنعم يوم 27 شباط فبراير. شكرا. المتحدث التالي عضو المجتمع نسرين ناج من ديربورن تود الحديث عن تجديد الضريبة التشغيلية. آسفة، عمتم مساء رئيس باري دكتور ماليكو وضيوفنا في الجمهور اليوم. أقف أمامكم كمقيمة في ديربورن وخريجة لمدارس ديربورن ودافع الضرائب ومالكة منزل في ديربورن. اليوم أتحدث نيابة عن مواطني ديربورن الذين يدعمون بالكامل تجديد الضريبة التشغيلية. كما سمعتم هذا المساء الضريبة التشغيلية تعرض للتجديد وستكون على من خيرات الانتخابات يوم 27 شباط، وهذه تستخدم للعمليات اليومية وتؤثر على 16% من موازنة المنطقة، وهذه أموال تذهب بشكل مباشر إلى المنطقة الدراسية وتدفع للفواتير واللوازم المدرسة والباصات والمعلمين، وتؤثر على المعلمين والنظراء وعاملي النظافة والكثير الآخرين. لا تمول مشاريع بناء أو تجديد المدارس، ولكن دون هذا التمويل ستنخفض المنطقة إلى أقل المناطق دعماً في ميشيغان. من المهم الإشارة إلى أن هذه الضريبة التشغيلية موجودة أصلاً منذ عام 95 وغيرت طريقة تمويل المدارس. هذه ضريبة يجب تجديدها كل 10 سنوات، جددت عام 2004 و2014 وهي الآن تتعرض للتجديد عام 24. منطقتنا تفاخر بأنها تضع الطلبة أولاً، وهي في مصلحة الطلبة أن نصوت لصالح تجديد هذه الضريبة التشغيلية حتى نستمر في توفير أحجام صغيرة للطلبة من بين أمور أخرى، وتسمح لتقديم كادر داعم إضافي لتحقيق أو تلبية الاحتياجات الأكاديمية والعاطفية والاجتماعية للطلبة. في الختام، هذا التجديد للضريبة لا يعود بالفائدة على الطلبة فحسب، وإنما مهم لمستقبل طلبتنا ومنطقتنا التعليمية. شكرا جزيلا. المتحدث التالي الطالب جود أبو صلاح من ديربورن يود أن يتحدث عن تجديد الضريبة التشغيلية. عمتم مساء، اسمي جود أبو صلاح وأنا طالب ومقيم في ديربورن منذ 13 سنة. حاليا أنا في مدرسة فورتسون، ونيابة عن كل طلبة المدارس نشجع الجميع أن يثقفوا أنفسهم حول تجديد هذه الضريبة. أولا أردت أن أذكركم بأن هذا تجديد للضريبة التشغيلية. الضريبة التشغيلية قائمة وأنشئت عام 94. أولا هذه ليس طريقة جديدة لسحب الأموال من أجوركم أو فرض ضرائب جديدة. هذه الضريبة أساس التأكد بأن الأمور تجري على ما يرام. دونها سيكون هناك انقطاع في عملنا اليومي، وأي انقطاع سيؤثر بشكل مباشر على الطلبة وسيؤدي إلى انقطاع مباشر على التعليم. إذا لم يقرر هذا القانون ستخسر المنطقة 16% مما يؤثر على التوظيف، وهذا يضم المعلمين، الإداريين، السكرتارية،
مدربي الرياضة وأكثر مما يمكن. أعرف أنني لا أستطيع ذكر أسماء، ولا لو كنت أستطيع ذلك كنا سنبقى كامل اليوم. لا يمكن أن أتخيل النجاحي دون الإرشاد من العدد الكبير من البالغين الذين يساعدون في إدارة مدارسنا. دون هذه الضريبة سنخسر بعض الأشخاص الذين نثق بهم ونسعى لأن نكون مثلهم عندما ننمو. النقل، وهذا يشمل الباصات من وإلى المدرسة وحضور الرحلات المدرسية لتعزيز التعليم والنقل لكل نشاطات الأندية والرياضة. إذا لم يتم تجديد هذه سنخسر هذه الأمور، المواد التعليمية، وهذا يشمل اللوازم المدرسية التي تحيي أو تثري العملية التعليمية. إذا صوتتم ضد هذه الضريبة، الطلبة يمكن أن يخسروا المصادر التي تساعدهم في النمو أكاديمياً. للقادمين في ديربون، أترككم بهذا، لا يوجد لديكم خيار. هذه الضريبة للطلبة، ونحن هنا كطلبة نقول لكم ماذا نريد. أرجو أن تصوتوا نعم لصالح هذه الضريبة، فكروا بذلك لأنها ستأتي خلال 15 يوماً. مستقبلنا بين أيديكم. أنا أعرف أن هذا مقلق بأنه بين أيديكم لأنني لا أستطيع التصويت بعد، ولكن سنسائلكم في أماكن التصويت. سأكون موجوداً والكثير من زملائي سيكونوا موجودين إذا كانت لديكم أسئلة، ولكن أرجو أن تصوتوا بنعم يوم 27 شباط فبراير. شكراً على وقتكم. حسناً، سأصبح جدية. الطالبة ساندرا جيرارد من ديربون تريد أن تتحدث عن الضريبة التشغيلية. أنتم مساءً للمجلس وأعضاء المجتمع. اسمي ساندرا جيرارد، ولدت هنا ونشأت هنا في ديربون، وأنا أذهب إلى المدرسة في ديربون. دائما أعتبر الضريبة التشغيلية ناحية مهمة لنا وللطلبة والمعلمين. التصويت على المحافظة عليها أهم مما قد تتوقعون. هذا طبق في النظام التعليمي منذ عشرات السنين، وكان أثبت أنه يحسن البيئة التعليمية في المدارس. أين كنت؟ كل شيء حولي في المدرسة هو بسبب هذه الضريبة، ودونها سينخفض التمويل بنسبة 16% وسيشعر المجتمع بهذا الأثر. أشجعكم على التذكر هذا، التخيل هذا الوضع. يأتي طفلكم إلى المنزل ويبين لكم أن هناك نقص في الكادر التعليمي وفي الكتب. هذا يجعلكم يتساءلون إذا كانت هذه البيئة التي تودون أن تنمو فيها. أنا كنت ممتنة لأن نشأت في بيئة حيث لم أقلق حيال المعلمين والباصات، وما إذا كانت المعارف التي اكتسبتها كافية، وهذا جعلني إيجابية بأنني لا أستطيع أن أفشل. وكل طالب يستحق هذا الشعور. أنا طالبة أركز على الأكاديمية والرياضة والموسيقى، وتمكنت من أكون جزء من كل هذه الأمور بسبب هذه الضريبة التشغيلية. أنا لست هنا لأقول أنني تمكنت بأن أكون جزء من هذه الأمور بسبب الضريبة. لن أقول أن الطلبة المستقبلين سيفشلوا، ولكني سأقول أنه سيجعل المسيرة أمام التخرج أصعب مما يجب أن تكون. تذكروا الكلمات من الطلبة مثلي وآمنوا بحوافزنا. قد لا نعيش فترة طويلة، ولكن مررنا بتجارب كثيرة. لدينا الكثير مما نقلق حياله. أنا هنا نيابة عن النظراء والمعلمين في المنطقة وللطلبة تعليم الطلبة المستقبلي يوم 27 شباط. أرجو أن تصوتوا بالإيجاب على الضريبة التشغيلية. شكرا جزيلا. التالي، الطالب محمد علي فراج من ديربورن يود التحدث مع المجلس عن تجديد الضريبة. أنتم مساء رئيس باري، دكتور ماليكو ومجلس الأمناء. اسمي محمد فراج وأنا ممثل صف 12، وأنا هنا نيابة عن كل الطلبة في مدرسة بورتون. الغرض من وجودي هنا لإعلام المجتمع عن التصويت يوم 27 شباط لتجديد الضريبة التشغيلية. دون هذا التمويل ستنزل المقاطعة إلى أدنى مستويات التمويل في ميشيغان. سيكون هناك انقطاع في مجالات مثل الوظائف
الباصات، النشاطات المنهجية، المدارس، اللوازم وأمور أخرى. وهذه تعني أن هذا الانخفاض في التمويل سيعني أن الطلبة سيخسرون فرص المشاركة في النوادي والفرق الرياضية والتي تعتبر مهمة لنجاح الطلبة. قد يكون هناك خسارة في فرص انضمام الطلبة إلى النشاطات اللامنهجية التي تؤدي إلى انخفاض فرص المواطنين المستقبلين لأن يكونوا مهيئين تماما. كخريج سأقول أنني حصلت على تجربة في المدرسة الثانوية رائعة بسبب الفرص التي حصلت عليها مع المستشارين، ولا أريد أن أرى الأجيال اللاحقة تخسر المزايا التي حصلت عليها بسبب الكادر في مدرستي، مثل المرشدة التي منحتني فرصة أن أعود للمساهمة في فورتشن، والمستشار الرئيس لصف 12 والمنسقة هي التي ترشدنا خلال السنة الأخيرة في المدرسة، أو معلمة الموسيقى التي أيضا قد تتعرض للخطر خسارة هذه القدرة على التأثير على الهيئة التدريسية أو الطلبة خارج الأمور الأكاديمية. هذه الأمور قد تؤثر على الكوادر والسكرتارية وعمال النظافة والآخرين الذين يؤثرون حقا على تجربتنا اليومية في المدارس. إذا هذه الضريبة لم تتجدد فأن الطلبة الحاليين والقادمين سيتأثرون سلبا. لأكون واضحا أنا هنا لأطلب من المجتمع أن يصوت بنعم. شكرا جزيلا على وقتكم، وأنا فعلا أقدر فرصة السماح بسماع صوتنا. شكرا جزيلا. المتحدث التالي الطالب رامي عبد الله من ديربون يود أن يتحدث مع المجلس حول تجديد الضريبة التشغيلية. عمتم مساء المجلس والسكان، اسمي رامو عبد الله وأنا طالب سنة ثالثة في المدرسة الثانوية. عندما سمعت أول مرة عن هذا الموضوع كنت أخرج من حصة التاريخ إلى الأوركسترا. عندما سمعت عن هذا التجديد بدأت أفكر بكل إمكانات أن هذه الحصص التي أقدرها وأحبها أن تؤخذ مني ومن زملائي. كنت أعرف أن علي أن أتحدث ولهذا أنا موجود أمامكم اليوم. ما الذي يحفزكم لأن تأتوا إلى المدرسة؟ هذا السؤال الذي يطرح كثيرا بين الطلبة. هل هي أصدقائكم، النوادي، الرياضة، التعليم؟ تخيلوا ماذا سيحصل لو الطالب الذي يعيش من أجل هذه الأمور يأتي إلى المدرسة فقط لهذه الأغراض، وثم يكتشف أن ما كان يحب أن يأتي للمدرسة من أجله لم يعد موجودا. إذا لم يقر هذا القانون الرياضة مثل الركض والبولينج وأشياء كثيرا ستنتهي بسبب قلة التمويل. وهذه الرياضات أيضا تحفز الطلبة على الأداء الجيد في المدارس بسبب المتطلبات العالية للمشاركة في هذه الرياضة. دون هذه الرياضة التي يحبونها كيف سيستمرون بتحفيز أنفسهم؟ بعض المعلمين أيضا قد يخسر وظائفهم. وكمستشار ومعلم قد تأتي إليهم أو تريد أن تأتي إلى المدرسة بسببهم، وقد تكون طورت علاقة خاصة معهم، قد يعني يخسر وظيفته بسبب قلة التمويل. أحجام المدارس الصفوف ستصبح ضعف الحجم الحالي بسبب تقليص أعداد الصفوف، والمعلمين سيبذلوا ضعف الجهد الذي يمرون به في حجم الصف العادي. الموضوع الذي كنت أتحدث عنه في أول هذا الحديث التاريخ قد موضوع التاريخ قد يلغى في الواقع. كل الصفوف الاي بي قد تلغى لأنها لا تعتبر ضرورة، والصف الذي كنت سأدخله الأوركسترا الذي أخذه الطلبة بسبب حبهم للموسيقى أو لأحد الأدوات الموسيقية سيختفي أيضا. إذا لم يقر هذا التجديد سيؤثر على الجميع بعدة وسائل مختلفة، وبالنهاية سيغير الطريقة التي نعيش بها بحياتنا. أرجو أن لا تأخذوا هذا على أنه أمر بسيط، وأن تعرفوا أن صوتكم سيكون له أثر كبير جدا على الطلبة مثلي. الرجاء التصويت بنعم يوم 27 شباط فبراير. شكرا. المتحدث التالي الطالب مرايا صالي من ديربورن تود الحديث عن تجديد الضريبة التشغيلية. Good
عمتم مساء جميعا، اسمي ماريا صالح وأنا طالبة خريجة في المدرسة الثانوية، وأنا هنا أتحدث عن الضريبة التشغيلية. هذا التجديد هي ليست ضريبة جديدة، وإنما هذه ضريبة يتم التصويت عليها كل 10 سنوات، وهي 41 مليون دولار، تقسم إلى مجالات مختلفة مثل الرياضة والموسيقى والفنون، النشاطات اللامنهجية. وأنا شغوفة بهذا الموضوع، وبالتالي سأبدأ بالحديث. أنني كجزء من أكاديمية هنري فورد، وهي برنامج 5 سنوات يمنح الطلبة فرصة أن يحصلوا على شهادة دبلومة مدارس وكلية، وهو ممول بشكل كامل، وهي فرصة مميزة تمنح للطلبة. قبل أن أنضم إلى هذا البرنامج كنت طالبة ثنائية التسجيل. هل كنتم تعرفون أن الكثير من الطلبة يسجلون في هذا البرنامج، وهذا يسمح لهم بالحصول على ساعات معتمدة من الكليات أثناء وجودهم في المدرسة الثانوية دون أي كلفة؟ يتحملون هذه البرامج ممولة من قبل الضريبة التشغيلية. دون التجديد لن يسنح للطلبة فرصة الحصول على مثل هذا التعليم. عدا عن هذه البرامج التعليمية، أردت أن أوضح سبب شغفي بهذا الموضوع. سأعتبر نفسي شخص نشط في المجتمع، أنا جزء من عدة نوادي في مدرستي، هذه النوادي تؤثر على كل شخص مختلف بشكل مختلف. أنا جزء من منظمة اسمها، هذه المنظمة أنشئت لتقليص الوحدة بين كبار السن وسكان الملاجئ خلال الجائحة، ونعمل على إنتاج اللوحات الفنية لمنح السعادة. ذهبنا السبت الماضي للتطوع وأجرينا حوارات معهم ولعبنا البينجو. كان من الجميل أن نسمع عن مدى استمتاعهم بسياراتنا، كانت تجربة رائعة أثرت علي بشكل شخصي بالإضافة إلى السكان. هذا التجديد عامل مهم عندما يتعلق بالنشاطات اللامنهجية والمجالات الأخرى. دون التجديد قد تنتهي مثل هذه النوادي التي لها أثر كبير على الطلبة. هذا التجديد يؤثر على حياتنا بأشكال مختلفة، وبالتالي أرجو أن تأخذوا بعين الاعتبار ما تحدثنا عنه، فصوتكم قد يغير حياتنا. أرجوكم أن تأخذوا من وقتكم وأن تصوتوا يوم 27 شباط. شكرا على فرصة الحديث نيابة عن هذا الموضوع، وشكرا على وقتكم واعتباركم. الآن أولايا غريغوري وهي طالبة ستأتي أيضا تتكلم عن موضوع تجديد الملج. مساء الخير جميعا أعضاء المجلس والحاضرين، وأنا في الصف الثانوي في ديربورن هاي سكول، وأنا ك هناك كثير من التساؤلات التي دارت في ذهني. ماذا هو المجال الذي وددت أن أعمل فيه؟ أود أن أعمل في مجال التعليم، لأنني أعتقد أنني لم يمكنني أن أصل إلى ما أنا عليه الآن إلا بدون الدعم من مدرسي ومعلمي المختلفين، وهذا الملج الذي سنصوت عليه مهم جدا لنستكمل ما نفعله ونحافظ على ما تقدمه مدارسنا في لطلابنا. وبدون 16% من إجمالي الميزانية سنتأثر كثيرا. وعلى سبيل المثال نحن نتكلم عن عديد من الموظفين الذين سيخسرون رواتبهم، ولن تستطيع المدرسة دفع رواتبهم وسيحتاجوا أن يذهبون. وهناك أيضا كتب المدرسية التي سيكون هناك نقصانا بها. الميلج أيضا يدعم البرامج الرياضية التي ستؤثر علينا. كيف ستكون الطلاب تستطيع أن تذهب إلى جامعات مثل هارفارد وييل بسبب نجاحاتهم الرياضية إن لم يكن هناك برامج رياضية في ديربون؟ وهذا سيتأثر كله بتصويتهم تصويتكم، ومجتمعنا سيتأثر، ولكن صوتكم مهم جدا لأنه سيحدد أطباء ومهندسي المستقبل الذين سيتخرجون من هذه المدارس. وأنا يمكن أن أستمع بسبب هذه الفرص التي تعطى لنا مثل التي أعطت لي لكي أتحدث أمامكم، فأطلب منكم أن تصوتوا بنعم يوم 27 شباط عندما يتم التصويت على هذا البرنامج.
مرة أخرى هناك أيضا شخص يأتي من المجتمع يود أن يتكلم بالنسبة للأعمال أو البرامج الترفيهية والرياضية في ديربورن. أهلا بكم، أنا اسمي باركاري وأنا مسؤول عن ديربورن بيسبول، وعندي أيضا أعضاء في مجلس الإدارة ورئيس مساعد الرئيس مايك والمدرب روب كورتون، وهو أيضا المسؤول عن الطلاب البنات والأولاد من سن 8 إلى 10 سنوات. واليوم ما نحاول أن نفعله، نحن نشارك مع مدينة ديربورن للقسم الترفيهي لإعطاء فرصة للعب الكور، كرة السلة وكور ألعاب أخرى للطلاب وقاطني ومواطني ديربورن من الشباب. ونحن نحاول أن نطور برنامجنا لكي ندعم برنامجكم الرياضي في ديربورن وتحسين فريق البيسبول والسوفت بول عندكم، ونحن نأتي بأفضل لاعبين ولكي نحضر الطلاب لكي عندما يذهبون إلى المدرسة الثانوية يكون عندهم التحضير اللازم. وهناك أيضا طلاب أولاد من 10 إلى 11 عاما من العمر يدرسون ويلعبون البيسبول ليحضروا أنفسهم للخوض في المدرسة الثانوية ولعب البيسبول. وهناك الكثير من الفرق المختلفة لعمر 12 و14 للفتيات، وهم متقدمين جدا عن الفتيات الآخرات في مدارس أخرى ودوائر أخرى، لأن عندهم فرصة جيدة وعندهم مشاركة جيدة ويلعبون بصورة أفضل باسكتبول وبيسبول من الطلاب في مدارس أخرى. وما نحن نحاول أن نفعله، نحن منظمة غير ربحية خيرية نعمل مع مدينة ديربورن لمساعدتهم لإعطاء ودعم البرامج الرياضية، لأننا نحاول أن نذهب إلى جميع الطلاب في المدارس المختلفة وندعمهم ونساعدهم. وصعب علينا جدا أن نمرر عليهم مطويات بالآلافات لكي نعرفهم ما نفعله، وبدل من أن نعمل ذلك نحن ما نفعله هو أن نذهب للمدرسة ونتكلم مع الطلاب مباشرة ونتحدث أمام الفصول. والآن نتكلم مع أعضاء مختلفين في الإدارة ونحاول أن نجد طريقة للوصول إلى هؤلاء الطلاب. عندما قمنا بعرض خارج المدرسة في سلاينا، هذا أطلق نيران كثيرة جدا بالنسبة لمعرفة الشعب والمواطنين عن أهمية هذا البرنامج المتميز. ونود أن نعطي فرصة لكل الطلاب أن ينضموا ويستفيدوا من هذا البرنامج الرياضي المتاح لهم في مدينة ديربورن للسوفت بول والبيس بول. والآن سأعطي الكلمة لمايك الذي سيتحدث إضافيا. مساء الخير، هل أنت ملأت كارت آخر أم لا؟ نحن الآن وقتنا يعني أزفة وليس عندنا الوقت الكافي لكي يتحدث الثلاثة منكم، وبسبب ضيق الوقت نحن طبعا نحترم برنامجكم جدا ونأمل أن نستكمل هذا الحديث في فرصة أخرى. ونشكر مجلس الإدارة لأنكم تستفيدون من هذا البرنامج، ونحن ممتنون لكم جدا فيما تفعلونه. الآن كاثي مارتن وهي عضوة في المجتمع تود أن تتكلم عن موضوع الوقت. مساء الخير،
أنا عندي أشياء متعددة أردت أن أتحدث عنها اليوم، ولكن سماعي لهؤلاء الطلاب وما قالوه بالنسبة للميلج، وأنا كنت طالبة سنة 94 في فورتسون عندما حدثت عملية التصويت على الميلج، ولكنني رأيت من ذاك الوقت رغم أنني لم أكن رياضية كيف أصدقائي استفادوا وزملائي استفادوا من هذا التجديد، وأنا سعيدة جدا الآن، وأنا عندي إيمان في ما سيحدث في المستقبل لطلابنا. ولكنني وددت أيضا أن أقول أن كرئيسة رابطة المعلمين نحن لابد أن نعامل أساتذتنا ومدرسينا بأفضل طريقة وبأكثر احتراما، لأن هذا يحسن الظروف التعليمية للطلاب والتعليم للموظفين والمدرسين. وإذا لم نصوت نعم لهذا التجديد للميلج سنخسر الكثير جدا، ونحن قضينا في رابطة الأهالي والمعلمين فترة كبيرة العام الماضي، وهذا عملا ما زال مستمرا، ولكنني سأكون أشعر بالخذى إذا خسرنا كل هذا ولم نمرر هذا الميلج أو نعيد تمريره مرة أخرى. ولذلك أنا أعدد أن نقوم بدعم المشاركة والتصويت على تجديد النسبة الضريبية التشغيلية لعام 24. شكرا. الآخر كارت أزرق من نيكولاي، وأيضا سيتكلم عن برنامج المكتبات والإعلام. مساء الخير، أنا نيكول وأنا أعمل في مكتبة إتسل فورد، وأنا أيضا مدرسة للمواد للمكتبات والموارد المكتبية للمدرسين، وهذه واحدة من الوظائف غالبا التي ستكون من أول الوظائف التي ستقتطع إذا لم نمرر عملية التصويت على الضريبة التشغيلية. وأود أن أتكلم عن دورنا كمسؤولين عن المكتبات. نحن نقوم بإزالة الكتب التي ربما قد تكون غير مناسبة أو غير جيدة، في حالة غير جيدة نخرجها أو نزيلها من المكتبات. والآن لابد أن أشرح لكم أهمية التركيز في إدارة وسلامة المكتبات، لأنه هذا مهم جدا، مثله مثل العناية بالحديقة عندما تحاول أن تقتص كل هذه الأعشاب البرية التي تظهر في وسط الورود التي تزرعها، وعلينا المحافظة على المجموعات الكتب الموجودة عندنا، وإذا لم نفعل ذلك ستكون أعدادها كبيرة جدا. أمناء المكتبات والسكرتيرات للإعلام يعملن سويا، وفي بعض المدارس ليس عندهم الوقت الكافي، وربما مثل الشخص الذي لا يستطيع قص الحشيش في بيته ويحتاج إلى شخص آخر أن يفعله لهم. نحن كمزارعين خبراء نحن نحتاج أن نقوم بإدارة متساوية ومتنوعة لمجموعات الكتب المتاحة في المكتبات، والطلاب أيضا من حقهم أن يرون أنفسهم ممثلين في المكتبات والمواد التي تقدم في المكتبات. نحن نصارع كثيرا بسبب عددنا الصغير والفرص المتاحة لنا للتمويل، ولكننا نحاول أن نحافظ على مكتباتنا. عندنا برنامج جيد للمكتبات في ديربورن، وقمنا بأعمال متميزة رغم الموارد القليلة التي نعمل بها، ونأمل أن كل هذا سيتاح للطلاب القادمين في الفصول القادمة حتى إن كان لصفا دراسيا واحدا. ونحن حسب الدراسات رأوا أن أمناء المكتبات مهما جدا لمساعدة الطلاب على الوصول إلى ما يصبون إليه، ولذلك أدعوكم أن تظلوا تضعون اهتماما واستثمارا في برنامج المكتبات لكي نساعد الطلاب الذين يحبون القراءة أن يترعرعوا. عندنا كارتا أصفرا تقول الواصية آيرين،
أنا لم تكد تتكلم ولكنها تود أن تعضد فكرة أن التجديد الملج مهما جدا وسيسمح لإعطاء الميزانية الكافية بال 41 مليون التي ستقدم إلى مدارس ديربون والتي تحتاجها بصورة كبيرة. يمكنني أن أضيف شيئا؟ أود أن أشكر الطلاب الذين قاموا بتقديم أنفسهم وأتوا وتحدثوا معنا، ونحن بدأنا بفيلق السعادة كما قلنا أو الطيبة. أنتم كلامكم عن مدرسينكم واحترامكم لمدرسينكم ومعلمينكم شيئا فعلا مؤثرا جدا، لأنه أتى من القلب ورأيت أنه يأتي من قلبكم وهي مشاعر حقيقية، فنحن فخورين بكم. هناك موضوع واحد بالنسبة للمناصرة، وهل يمكن ما هو يمكن أن نفعله بالنسبة لمناصرة هذا البرنامج؟ لابد أن نلتزم بقوانين الولاية، ولابد أن نتصل أيضا بالمحاميين، والمدرسة فقط يمكنها أن تقدم معلومات، وأنا أعمل بصورة أنني مدير للمنطقة أو الدائرة التعليمية، هذا مختلف عن أي وظيفة أخرى. المواطنين من حقهم والموجودين أو الموظفين الذين لا يعملون للدائرة التعليمية أو للبير برو أو للإدارة مثلي، من حقهم أن يقوموا أن ينخرطوا في مناصرة، أعمال مناصرة مع مواطنين آخرين. ليس عندنا أي موارد أيضا بالنسبة لعملية المناصرة، ولن نقوم بمناصرة لأي من الاتجاهات. كل المعلومات موجودة أمامكم على الموقع الإلكتروني، وتسمح لكم أن تنظرون عليها وترونها وتحددون كيف ستصوتون. وأنا أعرف أيضا أن الفريق القانوني أيضا منخرط في هذه العملية، ولذلك نحن يعني نحد من أي مصروفات على أي أعمال مناصرة، لأن هذا من واجب أو من حق المواطنين أو الأفراد أن يفعلونه، ما يمكنهم أن يفعلونه أو لا يفعلونه أو يقولونه أو ما لا يقولونه. وأنا أيضا كدائرة تعليمية للتواصل مع المواطنين وأعرفهم أين يجدون المعلومات والبيانات، وأود أيضا أن أوضح لكم أنها مترجمة باللغة العربية وموجودة على الموقع الإلكتروني إذا حببتم أن تقرؤونها وتطلعوا عليها. الآن هل هناك أي أسئلة أو تعليقات تتبعية لهذا الموضوع؟ هل هناك أي موضوعات من أجنداتنا ربما تودون أن تناقشونها بصورة منفصلة أم لا؟ إن لم يكن هناك، سننتقل إلى الخطوات التالية. بالنسبة للبند الرقم 6، لا أحتاج أن أخرجه. هل هناك أي هناك من البند 1 إلى 16 يتم الموافقة عليهم إلا باستثناء بند رقم 17 فقط، وتم الموافقة عليه من دامبروزيو وتم تثنيته من الوصية بيتشيكوف. وللذين لم يتطلعوا على بند رقم 6، هو بالنسبة لتغيير أجهزة المناطق اللعب الفضائية في الحدائق أو الملاعب للمدارس، لأن هذه تأتي لها تمويل من 7 قطاعات وأقسام مختلفة لجلب المال اللازم لتغييرها، وهذا يحتاج إلى تعاون ما بين المجموعات المختلفة، فأشكر الإداريين على ما فعلوه من هذا العمل. شكراً. هل هناك أي شيء آخر من قبل مجلس الإدارة؟ هل هناك أي اعتراض على هذا الالتماس؟ حسناً، إن لم يكن هناك أي اعتراض، سيكون هناك تصويتاً جامعاً من قبل الجميع. أما بالنسبة للبند 17، وهناك انتخابات بالنسبة للـ MASB 2024،
ويكون هناك اختيار أو تصويت لاختيار مديرين، ولابد تقديم هذا قبل يوم 6 مارس أذار 2024. وأيضا سيقوم مجلس إدارة ديربورن بالتصويت على هؤلاء المديرين أو المتقدمين لهذه الوظيفة بعد هذا اليوم. أود أن أضع اسم واحد من الأسماء أرشحه، ماليندي، وهي تمثل وين ويستلاند، مجتمع أو قطاع المدرسي لوين ويستلاند، وكلهم ممتازين وجيدين وكثير منهم نجحوا جدا في الام اس بي وبالنسبة للتدريب المختلف. وأود أن أقول أن كلهم مرشحين متميزين من العديد من المناطق المدرسية المختلفة. شكرا. شكرا جزيلا. هل هناك متحدث آخر؟ إذا هل تريد قراءة ماذا كان اسمها مرة أخرى؟ ميلاني. إذا مجلس ديربورن للتعليم يصوت لميلاني هاينز كمرشحة للمنطقة 8 المجموعة 6 مقعد 1 لمدة 3 سنوات. إذن دعم القرار. هل هناك أي نقاشات أخرى حول هذا الموضوع؟ هل هناك أي اعتراض على هذا القرار؟ الرجاء إرفاق التصويت بالإجماع. ملخص للأجندة: الموافقة على الوارنت، ثم الموافقة على منحة لرايدر، ومنحة لهنري فورد أنظمة، ومنحة لكومي، وموافقة على منحة لشركة بنشمارك التعليمية، 6 منحة لصندوق إعادة البناء، ثم منحة لهانكي تانكي، ومنحة لكريسمن للإنشاءات، شركة ماكارثي للإنشاءات، الإكواسفنت وروفينج وغلاسينج ومعالجة الأراضي وحماية من الحرائق وأفضل أسفلت. 9 الموافقة على أوامر التغيير. 10 إلى 13 الموافقة على المواد الشخصية التعليمية وغير التعليمية لبي 12، ثم 14 الموافقة على بنود، ثم 15 الموافقة على خريجين عام 24، ثم 16 التحديثات على التقرير، و 17 الموافقة على 2024 مرشح، و 18 الموافقة على التبرعات، أعمال واعتماد المراسلات للمجلس، البند التالي لجنة الأعضاء وتقارير التنظيم. لم ترد لدينا اجتماعات. هل الجميع يقبل المطلوب منه؟ البند التالي، التعليق من أعضاء المجلس تسلي ماكدونالد: أنا أعرف أننا سنعقد اجتماع للبلدية هذا الخميس في هذا المبنى، ولكني أيضا أجلس على مجلس مقاطعة وين كاونتي، وبالتالي إذا كان هناك أعضاء يريدون أن يحضروا العضوية العامة سيكون هناك اجتماع يوم الخميس، سيتم تقديم العشاء الساعة 5:30 والاجتماع العام يبدأ الساعة 6:30. توسي ثورب: دكتور ماليكو، سابقا ذكرت أنه الشهر القادم خلال العرض الخاص حول الصحة العقلية أو النفسية، الأسبوع الماضي كان لدينا أول قرار من إطلاق النار لأوكسفورد الذي يقول أن الأهل أكثر مسؤولين عن الأهل عن الطلبة، وغدا هو الموعد السنوي لإطلاق النار في ميشيغان، وبالتالي وصلنا إلى وقت يجب عليه أن نحافظ على الحوار مع الطلبة، سواء كان المجلس يقدم هذه المعلومات إلى الطلبة، الأهل، الكوادر. نرجو أن نستمر بالعمل عبر هذه المواضيع. شكرا. البند التالي.
أردت أن أوضح شيئا للتأكيد حتى يعرف المجلس أن القواعد التي تتعلق بالموظفين لا تنطبق. أردت أن أتأكد بمعنى أننا نستطيع أن نناصر ما دمنا لا نستخدم الأصول الخاصة. هل هذه الغرفة تستخدم تعد من مصادر المنطقة؟ أفترض ذلك. نعم، إذا خلال اليوم أينما كنا في غرفة المعيشة حيث ناقشنا بعض الأمور، وأردت أن أؤكد مرة أخرى حتى يفهم الناس حقا أن 41 مليون ال 18 التي تذهب إلى المنشآت التجارية تؤدي إلى 44 مليون دولار، 7 مليون دولار التي تنتج تأتي من ضرائبكم المنزلية هي 7 مليون دولار، ولكن عندما تصوتوا على تجديد الضريبة غالبيتها يشعر به مجتمع الأعمال وليس ضريبة الملكية الخاصة لكم. أردت أن يفهم الجميع بأن الولاية تفترض أننا سنجمع هذه الأموال بغض النظر. إذا فشل هذا التصويت لن نجمع 18 من هذه المنشآت، أي 44 مليون من 41 مليون المجموع. شكرا على تأكيدك على هذا النقطة، ونحن ممتنين جدا لمنشآتنا التجارية المحلية على هذا الدعم. البند التالي طلب معلومات وبنود الأجندة المستقبلية. البند التالي تواريخ الاجتماعات التالية: شباط 19، اجتماع لجنة السياسات 6 في مركز المؤتمرات، يوم 19 شباط يوم الاثنين اجتماع مجلس في الساعة 7، ويوم الاثنين 11/3/2024 اجتماع مجلس الإدارة 7 مساء في المجلس الإداري. شكرا جزيلا، رفعت الجلسة، استمتعوا بما تبقى من ليلتكم.